بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض في أول باب من أبواب مادة مقدمة الحاسبات الإلكترونية. الباب الأول عنوانه مقدمة عن الحاسب الآلي. الباب دوت فيه 5 نقط رئيسية. ففي المحاضرة الأولى هناخد النقطة الأولى منهم اللي هي فكرة أساسية عن الحاسب. عايزين نتعرف عن قرب على الحاسب الإلكتروني. الحاسب الإلكتروني ده جهاز بيعالج البيانات عشان تبقى معلومات. هنا في فرق بين كلمة بيانات وكلمة معلومات. البيانات دي حاجة لسه ما تعملش عليها شغل، حاجة قيمتها قليلة، حاجة مش منظمة مش مرتبة، ما اقدرش استخرج منها اي قرار. ولكن المعلومات دي بيانات مفيدة. علشان كده نبقى واخدين بالنا من الفرق بين الكلمتين اللي تحتهم خط. بالنسبة لتعريف الحاسب، في تعريفات كتيرة، ولكن اشهرهم التعريف ده ان هو تكامل بين الاجهزة الهاردوير وبين البرامج اللي هي سوفت وير. زي الشكل اللي احنا شايفينه ده، تكامل. يعني ده ما ينفعش من غير ده، وده ما ينفعش من غير ده. هي الأجزاء الملموسة أو المنظورة المستخدمة في بناء وتركيب الحاسب، وبتسمى المكونات الصلبة. ده المقصود بالأجهزة، زي لوحة المفاتيح، الكيبورد، وزي الماوس، وزي الشاشة. كل دي أجزاء ملموسة أو منظورة، وزي الطبعة. لكن البرامج دي حاجة مش منظورة ولا ملموسة، دي مجرد أوامر وتعليمات تستخدم في إدارة ومراقبة هذه الأجهزة. بس في حاجة مهمة، إن لا قيمة للأجهزة بدون البرامج، ولا فائدة للبرامج بدون الأجهزة. لازم الاتنين يتكاملوا مع بعض. طب تعال نشوف فكرة كده تاريخية عن مراحل تطور الحاسبات. في تقسيم للتاريخ بتاع الحاسبات إلى مجموعة فترات زمنية بتسمى أجيال الحاسب. الأجيال ديت كل شوية بيظهر أجيال جديدة، يعني بيظهر جيل فيلاشي الجيل اللي قبله. أنا بيهمني في الأجيال إن أنت مع كل جيل تركز على الكلمتين اللي تحتهم خط. يعني الجيل الأول تقول لي هو ده جيل الصمامات المفرغة. جيل الصمامات المفرغة دي بتستهلك طاقة كبيرة وسرعة، سرعتها بطيئة. إنما اللي يكتب لي بس الكلمتين اللي تحتهم خط دول، هم دول المفيدين لو نسي بقية الكلام. انما لو كتب بقية الكلام فدوت بياخد الدرجة الكاملة. اما لو كتب الكلمتين دول بس بينقص حاجة بسيطة. بس المهم تحفظ لي مع الجيل الاول جيل الصمامات المفرغة. الجيل اللي بعديه جيل الترانزستور. الحاسبات بدأ حجمها يقل وسرعتها تزيد. الجيل اللي بعديه جيل الدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة اللي هي الاي سي دي بتؤدي ادى استخدامها الى صغر حجم الحاسبات وزيادة سرعتها وساعتها التخزينية مقارنة بالترانزستور. انا مش طالب منك تحفظ التواريخ اللي بين قوسين. الجيل اللي بعد كده كان جيل اسمه جيل النهايات الطرفية، اللي هي وحدات الاتصال عن بعد والنقل المباشر للبيانات المسمى اونلاين. يبقى ده اسمه جيل النهايات الطرفية ووحدات الاتصال عن بعد. نشوف الجيل ده لسه موجود عندنا في مصر لوحدات الاتصال عن بعد، زي المكن بتاع الصرف الالي الاي تي اللي بنروح نصرف منه ونقبض منه. ده متصل بحاسب رئيسي كبير، وانا بروح اتعامل مع النهاية الطرفية بتاعة الحاسب. في جيل بعد كده اللي هو جيل الشبكات، جيل النت والذكاء الاصطناعي. زي ما قلت لك علشان تركز، يعني يهمني في كل جيل تاخد معاه الكلام اللي تحتيه خط، هو ده ايه اهم حاجة في الموضوع. وفي جيل بعد كده ظهر بس ايه مش موجود كتاب. بالنسبة لانواع الحاسبات، في 3 انواع من الحاسبات. حاسبات رقمية، دي بتعتمد على فكرة العدادات في اجراء العمليات الحسابية والمنطقية.
وفي حاسبات تناظرية، دي اللي هي بتعتمد على القياس، تقيس ضغط الدم وتقيس درجة الحرارة. اللي هو التالت ده نوع مختلط بيدمج بين الرقمية والتناظرية، فمن ناحية بيعتمد على القياس وبيعتمد أيضا على الأرقام لإجراء العمليات الحسابية. والنوع ده بيستخدم في أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد. تعال بقى نتكلم عن الأنواع الخاصة من الحاسبات. الأنواع الخاصة من الحاسبات في نوع ضخم جدا موجود قدامنا اللي هو نمرة واحد، اسمه حاسبات الإطار الرئيسي، المين فريم. الحاسبات دي ضخمة وسعات التخزينية عالية، وبترتبط بمجموعة من الأجهزة الفرعية اللي هي تسمى نهاية طرفية، وبتستخدم في المنشآت الكبرى والبنوك. في نوع تاني من الحاسبات اللي هو الكفية، حجمها صغير لا يتجاوز كف الإيد، وتم التوسع في استخدامها مؤخرا، الموبايلات اللي في إيدينا، ويمكن من خلالها الدخول إلى الإنترنت. في بعد كده النوع الثالث اسمه الحاسبات المدمجة. أنت بتيجي لتلاجة، بتيجي لعربية وتركب فيها حاسب إلكتروني، ده بيسموه المتحكم الصغير. نقل بعد كده لنظرة عامة على مكونات الحاسب. باختصار الحاسب فيه ثلاث مكونات أساسية، والثلاث وحدات أساسية دول لازم نعرف أساميهم. في وحدة الإدخال، وحدة التشغيل المركزية، وحدة الإخراج. بالنسبة لوحدة الإدخال، وظيفتها نقل البيانات لتخزينها في ذاكرة الحاسب، ومن أشهرها لوحة المفاتيح والميكروفون والماسح الضوئي. وحدة التشغيل المركزية دي فيها ثلاث وحدات فرعية من جوه، فيها وحدة التخزين، وحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق. نحفظ أساميهم بالراحة كده: تخزين، تحكم، حساب ومنطق. في بعد كده الوحدة الرئيسية الثالثة اللي هي وحدة الإخراج، ودي بتستقبل النتائج من وحدة التخزين وتعرضها بالشكل المناسب. ومن أشهرها وحدات الطباعة، وحدة الطباعة والشاشة. طيب الحاجات دي بيجي فيها السؤال ازاي؟ بيجي يقول لك قول لنا ايه هي المكونات الاساسية للحاسب. مين ممكن يسألك سؤال تاني يقول لك ايه هي مكونات وحدة التشغيل المركزية؟ فالحاجات دي لازم ناخد بالنا، وان احنا واحنا بنذاكر نذاكرها بعناية وبدقة. تعالى نتنقل لشكل عام بيوضح لك مكونات الحاسب. الشكل ده بيقول لك ان في وحدة ادخال طالع منها البيانات، خد بالك البيانات، كلمة البيانات خلي بالك منها، وداخل على وحدة التشغيل اللي فيها ثلاث وحدات فرعية: تحكم وتخزين وحساب ومنطق. بعد كده خد بالك من السهم اللي بعد كده، ده مخرج معلومات لوحدة الاخراج اللي هي سواء الشاشة او الطابعة. الجزء الاخير بقى معانا في المحاضرة اللي هو نظم تشغيل الحاسب. المقصود بنظم التشغيل دي مجموعة برامج بتتحكم في العمليات اللي بيقوم بها الحاسب، وبتربط أجزاء الحاسب بعضها. وظائفها التحكم في مسار البيانات، تحميل البرمجيات التطبيقية، التحكم في الذاكرة، التحكم في وحدة الإدخال والإخراج، الاتصال مع المستخدم، اكتشاف الأعطال والتبليغ عنها. طب ازاي بيعمل نظام التشغيل؟ نظام التشغيل بيعمل وفقا لعدة خطوات. لما بيشتغل الحاسب بيمر نظام التشغيل بعدة خطوات حتى يصبح الجهاز جاهز لاستقبال اوامر المستخدم. ايه هي الست خطوات دول؟ قراءة وتنفيذ التعليمات والاوامر من ذاكرة القراءة الثابتة اللي هي الروم، فحص وحدات الحاسب للتأكد من سلامتها، تحميل نظام التشغيل من الاقراص المرنة او من القرص الصلب، استلام اوامر المستخدم، تحميل البرامج التطبيقية وتنفيذ تعليماتها، العودة لنظام التشغيل وانتظار اوامر المستخدم، وتكرار الخطوات السابقة. الخطوات دي مطلوب ان انا اركز في مذاكرتها. اول حاجة بتقرأ وتنفيذ التعليمات، تاني حاجة بتروح تفحص وحدات الحاسب عشان تتأكد ان كلها سليمة،
الطابعة شغالة، الشاشة شغالة، الماوس شغال، المسح الضوئي شغال، الميكروفون شغال. بعد كده بتحمل نظام التشغيل، بعد كده بتستلم الأوامر من المستخدم سواء بيدخلها لها عن طريق الكيبورد أو عن طريق الشاشة. بعد كده بتحمل كمان البرامج التطبيقية وتنفذ تعليماتها، وبعد كده ترجع لنظام التشغيل وتنتظر الأوامر. تعالى بقى نتعرف على أشكال العروض. أشكال العروض في نظام التشغيل في 3 أشكال من العروض، وأعتقد كلكم تعرفوها. أول حاجة العروض الخطية، تاني حاجة العروض باستخدام الرسوم، بعد كده العرض باستخدام القوائم. أشكال العروض دي مهمة جدا في الامتحان وبيجي عنها أسئلة كتيرة. عروض خطية مقصود بيها ايه؟ ان انا استخدم لوحة المفاتيح في ان انا ادخل الاوامر والتعليمات للحاسب، اقعد اكتب الاوامر والتعليمات باي لغة من لغات الحاسب، نصوص مكتوبة على الشاشة فبتروح للذاكرة الرئيسية. بس بيعاب عليها ان لازم اللي يكتب الاوامر دي يكون متدرب على كتابة الاوامر، لان لو نسي نقطة او نسي فاصلة الجهاز ما يرضاش يشتغل. حتى لو نقطة حتى لو نقطة نسيها، لو نسي يقفل القوس، لو نسي يحط فاصلة تبقى مشكلة. دي اسمها العروض الخطية، اقعد اكتب الاوامر على في العرض باستخدام الرسوم. الاسلوب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان احنا ننتظر ان نظام التشغيل يتحمل ويظهر على الشاشة الايقونات، وبعدين نستخدم الفارة ننقر على الأيقونة مرتين فبنضغط فينفذ لنا المطلوب. دي طبعا أسهل للمستخدم، أسهل من إنه يقعد يكتب أوامر للجهاز. في بقى كمان نوع من العرض اللي هو العرض باستخدام القوائم. ده بيسمح للمستخدم بالتعامل مع قائمة مزدلة زي نظام الويندوز كده، تنزل قائمة مزدلة فيها اختيارات، بعلم بالماوس على اختيار منهم واتنقل بالاختيارات دي باستخدام حركة الاسهم، ال4 اسهم اللي موجودين في اي لوحة مفاتيح والضغط عليها او عن طريق. طيب ليه المستخدمون بيفضلوا اسلوب العرض بالقوائم؟ علشان 4 اسباب، والسؤال ده مشهور جدا في الامتحانات. ليه المستخدم يفضل اسلوب العرض بالقوائم؟ عشان 4 اسباب: سهولة استخدام الماوس او الاسهم للاختيار بين الاوامر، سهولة استخدام اكتر من برنامج في نفس الوقت، يعني ممكن افتح اكتر من برنامج في نفس الوقت ما بيحتاجش التدريب على اوامر خاصة، كمان سهولة فتح القوائم وسهولة اختيار برنامج. تعال بقى نتكلم عن أنواع أنظمة التشغيل. في نوعين: أنظمة بتسمح بتشغيل أكثر من برنامج في وقت واحد، دي اسمها متعددة المهام، وأنظمة تسمح بتشغيل برنامج واحد فقط، دي وحيدة المهام. دي حاجات سهلة حفظها، إن في عندي نوع متعدد ونوع وحيد المهام. كمان ممكن نقسم أنظمة التشغيل بشكل آخر، وهو أنظمة تسمح لأكثر من مستخدم بتشغيل البرامج، دي متعددة المستخدم، تسمح لأكثر من مستخدم بالتشغيل في نفس الوقت، وفي أنظمة لا تسمح إلا بوجود مستخدم واحد، دي اسمها وحيدة المستخدم. بسرعة، لأن أنا لما بسألك في الامتحان بقولك اكتب باختصار، اكتب بإيجاز، لأن أنا ما بحبش الكلام الكتير. أنا يهمني وأنت بتتكلم عن نظام الدوس إن أنت تقول لي إنه بيستخدم عروض خطية، وأنت بتستخدم عن النوافذ ده بيستخدم، تقول لي بيستخدم أساليب، وانت بتتكلم عن اليونكس تقول لي ان ده بيوفر نظام حماية. طيب تعالوا عشان تطمنوا على بعض صور الاسئلة على الاجزاء اللي فاتت دي. من ضمن صور الاسئلة يجي يقول لي عرف الاجهزة اللي هي الاجزاء الصلبة، عرف البرامج اللي هي التعليمات والاوامر، الحاسبات الكفية، حاسبات حجمها اقل من كف اليد وتخش على الانترنت، الحاسبات المدمجة اللي هي بتدمج بين التناظرية الرقمية، حاسبات الاطار الرئيسي اللي هي الضخمه. تكلم عن التطور التاريخي، الاجيال، الجيل الاول بتاع كذا، الجيل الثاني بتاع كذا. عرف نظام التشغيل، اذكر 3 من وظائفه كيف يعمل. الاسئله بقى اللي في الاخر دي
اهم بقى، واذكر اسباب تفضيل المستخدمين لاسلوب العروض بالقوائم وايه الاشكال المختلفة للعروض، واذكر مثالين لنظم التشغيل.